السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. يلا بينا نحل تمرينات الجرامر اللي موجودة على الدرس الأولاني والتاني، واللي كانت بتكلمني عن مقارنة الصفات وأيذر ونايذر وأول وكمان نون. هنحل معاها كمان التدريبات اللي على الدرس الأول والتاني. تعالوا نبتدي يلا بصفحة 67 page 67. تعالوا نشوف، بيقول لي the red apples are sweet than the green ones. هنا طبعا بقارن بين اثنين لأن في كلمة than، فطبعا sweet دي صفة قصيرة فهتبقى sweeter هزاد لها يقار عادي خالص. بقول this book is interesting than that one I like it most. طبعا هنا برضو بيقارن بين الاثنين وفي نفس الوقت بقول انا حابب ده اكتر، فبالتالي هو more interesting. طب ليه جبت more؟ هقول لان interesting صفة طويلة فأقول is more interesting than. تعال نشوف نمبر 3، بقول لي this is heavy books I have ever lifted. بيقول لي ده ايه صندوق انا رفعت، اذا بقارنه بكل السنه دي اللي انا رفعتها او شلتها، فاذا هقول ذا هيفيست. تاني حبايبي ذا هيفيست، طبعا هيفي بتنتهي بواي والواي قبله حرف ساكن فبقلبها الاي وازود الاي اس تي. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي اتس جود تو باي كلوز ان شوبس ذان اونلاين. طبعا هنا بقارن بين الشراء من المحلات والشراء اونلاين، فبالتالي هجيب صفه المقارنه من جود وهي بتر لان جود دي صفه شاذة. تعال نشوف يلا نمبر 5، بيقول لي the red dress looks more beautiful on her than the blue one. طبعا عارف ان بيجي مع صفة ار كلمة than مش than. تعال نشوف نمبر 6، بيقول Everest is the high mountain in the world. طبعا بقارن هنا بكل الجبال فلازم صفة est فاذا حق حبيبي highest. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي the concert was most crowded than I expected. يعني كانت مزدحمة أكثر مما توقعت. برضو هنا بقارن بين اثنين لأن في كلمة than فبالتالي بدل most هجيب more crowded than. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي the Pacific Ocean. Pacific Ocean حبايبي اللي هو المحيط الهادي is large ocean on our planet. طبعا هنا بقارنه بكل المحيطات اللي موجودة على الكوكب planet يعني كوكب، فبالتالي هقول the largest. تاني the largest يعني الأكبر أو الأضخم. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي whose is more useful the mobile or the computer. طبعا حبايبي الاثنين هنا أسماء غير عاقل فبالتالي هسأل عنها which مش وهو. تاني the which is more useful the mobile or the computer. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي this is the cheaper hotel I could find. طبعا في ده بس بتاعتي است فأكيد هتبقى cheapest، و cheapest معناها الأرخص. تعال نشوف يلا نمبر 11، بقول spring is pleasant season of the year. طبعا هنا بقارنه بكل الفصول اللي في السنة، طبعا pleasant يعني يدعو إلى السرور فلازم أجيب ذا وصفة ACT. طب pleasant حولك صفة طويلة يبقى لازم أقول the most pleasant. تعال نشوف نمبر 12، بقول the film was terrible I think it was the bad film I have ever seen. طبعا هنا كان فظيع فبالتالي هو اسوأ فيلم بقارنه بكل الافلام اللي انا شفتها، وطبعا بات صفة شاذة فهتتحول ل worst the worst. نمبر 13، بيقول your voice is loud than mine. طبعا هنا بقارن بين اثنين فلاود هتبقى louder يعني اعلى من. تعال نشوف نمبر 14، بيقول لي he thinks Chinese is difficult language in the world. طبعا بقارنها بكل اللغات اللي في العالم فلازم اجيب ذا وصفة ACT. طب difficult صفة طويلة فإذا هقول most difficult. تعال نشوف نمبر 15، بيقول لي this house is high than the television tower. طبعا هنا بقارن بين اثنين فبالتالي هتبقى higher، وhigher بمعنى أعلى. نمبر 16، بيقول لي that was exciting movie I have ever seen. طبعا بقارن بكل الأفلام اللي شفتها فلازم أجيب ذا وصفة ACT ودي صفة طويلة هجيب قبلها most. تعال نشوف نمبر 17، بيقول لي bicycles are safe than motorbikes. برضو هنا بقارن من اثنين عشان than وبالتالي هقول safer، هزود ار بس حبايب عشان بننتهي ب. نمبر 18، رقم 18، بيقول لي kettles are expensive than laptops. وهنا بقى لازم اركز شوية ليه، لان اشوف الحاجات اللي بيقارن ما بينها. هو بيقول لي غلايات الشاي ايه اللابتوبس بيقارن بينها وبين اللابتوبس، وعندنا كلمة expensive، expensive بمعنى غالي. يا ترى هي الكاتلز اغلى من اللابتوبس؟ لا طبعا، امال هي اقل غلوا، فبالتالي انا بقارن بين اثنين بس هنا مش هجيب مور هجيب less لانها اقل غلوا من اللابتوبس. تعال نشوف نمبر 19، بيقول لي this cake tastes يعني هذه الكيكة مذاقها delicious than the one we had yesterday. بقارن بينها وبين اللي كلناها امبارح، انا بقارن بين اثنين والdelicious دي حبايبي صفة طويلة فاذا هقول more delicious than.
هنشوف نمبر 20 بيقول لي سمارت فونز. سمارت فونز حبايبي اللي هي التليفونات الذكيه are much easy to use than the old ones. طبعا هنا much معناها بكتير، وان بكتير دي بتيجي قبل صفه اللي فيها ار، فاذا هقول easier. easier حبايبي معنى اسهل. طب هعمل ايه؟ هقلب الواي الاي اي ار عشان قبلها حرف ساكن. تعالى حبايبي يلا نروح لبيج 71 صفحه 71 واللي هنشوف بقى فيها both وneither وايذر وall. نمبر 1 بيقول لي both my parents was born in the same city. حبايبي عارفين ان both بيجي وراها اسم جمع والفعل بتاعها لازم يكون جمع، فبالتالي ما ينفعش اقول was، لازم اقول were. طب تعالى نشوف يلا اللي بعدها، بيقول لي all the dishes، كل الاطباق. طبعا الديشز هنا جمع، فبالتالي ما ينفعش اقول needs لان needs بتيجي مع المفرد، لازم اقول needs، وneed معناها تحتاج للغسيل. تعالى نشوف اللي بعدها، بيقول لي either the options is fine with me. طبعا حبايبي عارفين ان either لما بيجي وراها الاسم مباشرة بيكون اسم مفرد، ما ينفعش اقول اسم جمع. طب عشان يجي وراها اسم جمع لازم احط of، فلازم اقول either of the options is fine with me. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي neither of them want to go to the party. طبعا لما يقول لي neither of او either of ويجي وراها ضمير مفعول، ضمير المفعول ده بيكون جمع. طب الفعل، الفعل لازم يكون مفرد، فلازم اقول wants. wants معنى يريد. تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي both of the film. طبعا both حبايبي بيجي وراها اسم جمع، فلازم اقول both of the films، يعني كلا الفيلمين were great، كانوا عظام، but I preferred the second one، لكن انا فضلت الثاني. بيقول لي none of the chairs. طبعا لما اقول لي none of حبايبي بيجي وراها الفعل مفرد، فما ينفعش اقول none of the chairs were comfortable، لازم اقول was comfortable. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي both سارة اي بسمة are excellent tennis players. طبعا عارفين ان both بيجي معاها and. تعال نشوف نمبر 8، بيقول لي either of the dresses يعني اي من الفساتين look good on you. طبعا حبايبي يبدو جيد عليك، بس خلي بالك لما اقول either of الفعل اللي جاي وراها لازم يكون مفرد، ما ينفعش يكون جمع، فلازم اقول looks. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي both of my two children يعني كل من طفلي wants to go to bed late، عايزين يروحوا السرير متأخر. طبعا both of لازم يجي وراها جمع، فبالتالي لازم اقول want مش wants. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي can both you or Lisa take me to the station. طبعا حبايبي هنا مديني all، وانا عارف ان all بيجي معاها either، either معناها اما، يعني اما انت او ليزا توصلوني للمحطة. تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي none of the flowers in the garden are beautiful I like them. ولا واحدة من الزهور جميلة، طب انا حبيتهم؟ لا طبعا. ثانيا ان حبايبي none of بيجي وراها مفرد، طيب طب انا حبيتهم وهم كلهم جمال، فلازم اقول all، فاقول all of the flowers. تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي both team played well but only one could win. طبعا both بيجي وراها اسم جمع، فلازم اقول both teams. اللي بعدها بيقول لي either of the dishes on the menu are delicious. طبعا either of بيجي وراها الفعل مفرد، فلازم اقول is. نمبر 14، بيقول لي either of the questions are difficult so I didn't answer them easily، عشان كده ما قدرتش اجاوب عليهم. طبعا either of انا عارف ان بيجي وراها فعل مفرد، يعني ما ينفعش اقول either of the questions are، كنت لازم اقول is. طب امال هنا لازم اقول all of the questions، يعني كل الاسئله صعبه انا ما جاوبتهمش بسهوله. تعال نشوف نمبر 15، بيقول لي neither علي nor I يعني ولا علي ولا انا. طبعا حبايبي قلنا neither فاعل nor فاعل او either فاعل or فاعل، بجيب انا الفعل على حسب الفاعل القريب، على حسب الفعل القريب القريب منه يعني، يبقى اذا الفعل، الفعل هنا هيجي على حسب اي. طب verb to be ده، قال لي verb to be ده يعني am او is او are او was او were على حسب الزمن. طب هنا قال لي present last night، طبعا هنا last night من علامات الماضي، طب اي بتاخد ايه في الماضي من verb to be، فهتقول لي اي بتاخد was. اللي بعدها بقول لي both نبيل and علي. طبعا both نبيل and علي الاثنين جمع، قلت both and دايما بجيب الفعل جمع. طبعا هنا برضه عايز verb to be وفي الماضي، قال لي yesterday، فلازم اقول حبايبي وير. طب تعال نشوف نمبر 17، بيقول لي طارق usually has both an egg or some fruit for breakfast. طبعا هنا لازم اجيب either عشان عندي كلمه or. تعال نشوف نمبر 18، بيقول لي either سما nor مريم has a new mobile. طبعا either بيجي معاها or مش nor، وخلي بالك الفعل بتاعي مفرد. طب تعال نشوف نمبر 19، بيقول لي neither the laptop nor the microwave
or in the sail. طبعا الفعل هنا في neither or neither nor بيجي على حسب الفعل القريب. المايكرويف، المايكرويف ياخد is. هنشوف نمبر 20 بيقول لي the two t-shirts. The two t-shirts يعني التيشيرتين الاثنين are too short، قصيرين قوي. I want to buy neither of them. طبعا حبايبي neither اصلا كلمه منفيه، فما ينفعش تيجي مع النفي. امال مين اللي هيجي مع النفي؟ هقول لك كلمه either، فبالتالي I want to buy either of them يعني انا مش هشتري ولا واحد منهم. تعالوا حبايبي يلا نشوف التمرينات العامه اللي على الصفات وعلى both ونان وايذر ونايذر. نمبر 1 بيقول لي he showed us two houses but we didn't like neither of them. نفس الفكره تماما، طبعا طالما في نفي ما ينفعش اجيب neither، هجيب حبايبي either of them. تعال نشوف نمبر 2 بيقول سمارت فونز ار popular than the old ones. طبعا حبايبي بقارن بين اثنين، وهنا popular صفه طويلة، فإذا هقول مور. وخلي بالي برضو هل هي مور ولا لس، يعني المعنى هنا لازم يكون مور مش لس. بقول نان ذا كيدز وير اكسايتد اون ذا تريب. طبعا حبايبي عارفين ان نان عشان يجي وراها جمع اقول نان اوف. ثانيا ان هنا الفعل بتاعي جمع فما ينفعش نان، امال هقول ايه؟ هقول اول. يبقى اول ذا كيدز وير اكسايتد اون ذا تريب. تعال نشوف نمبر 4 بقول بوث يو ليف اور اي ويل فون ذا بوليس. طبعا حبايبي طالما مديني or او، فاذا انا هبدأ بكلمة either. either you leave يا اما تغادر يا اما هتصل بالبوليس. تعال نشوف نمبر 5 بيقول I invited سعيد and وليد but either of them could come. طبعا طالما في تناقض حبايبي يبقى معناه ان انا دعيتهم وما فيش حد فيهم جه، فاذا بدل either هقول neither، يعني neither of them ولا واحد منهم ايه جه. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي she is clever student in the class. هنا بقارنها بكل الفصل فلازم اقول the cleverest، تاني the cleverest يعني هي اذكى واحده في الفصل. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي the elephant is large land animal in the world. in the world يعني بكل العالم، يبقى بقارنه بكل الحيوانات اللي في العالم فلازم اجيب ذا وصفه است، فلازم تكون largest، وخلي بالك دي صفه قصيره. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي neither عادل نور عمرو be in the club yesterday. حولك برضو خلي بالك انا ماشي مع الفاعل التاني اللي هو عمرو والكلام في الماضي، يبقى ياخد was. تعال نشوف نمبر 9 بيقول both وائل and طاهر be in yesterday's wedding. برضو الكلام في الماضي وعندي both يعني جمع، فبالتالي هختار were. تعال نشوف نمبر 10 بيقول I like neither the red shirt or the blue one. طبعا neither بيجي مع حبايبي nor مش or. نمبر 11 بيقول the computer is expensive than the telephone. طبعا هنا بقارن بين الكمبيوتر والفون، طبعا الكمبيوتر حبايبي اغلى من التليفون، فبالتالي هقول is more expensive than the phone. تعال نشوف نمبر 12 بيقول the blue dress is less expensive than the red dress. طبعا هنا طالما بقارن بين اثنين حبايبي يبقى لازم اجيب than، يعني لازم اقول the blue dress is less expensive than the red dress. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي neither علي or his parents. خلي بالك هنا neither بيجي معاه nor، بس خلي بالك طبعا انا ماشي مع الفعل التاني فعشان كده جاب لي or. نمبر 14 بيقول لي this coffee is delicious than the one I had yesterday. بيقول لي ان القهوه دي ألذ من القهوه اللي انا تناولتها امبارح. طبعا delicious صفه طويله فلازم اجيب معاها more. انا هنا بقارن بين اثنين. laptops are expensive than kettles. طبعا هنا حبايبي بقى عكس الجمله اللي احنا لسه حلينها، طبعا عارفين اللابتوب اغلى من الكاتلز، فبالتالي لازم اقول more expensive than. number 16 بيقول she is singing beautifully than the other girls. طبعا هنا بتغني اجمل من البنات الاخرى، فبالتالي هنا لازم اقول more beautifully than يعني اجمل من. تعال نشوف نمبر 17 بيقول both احمد نور سامي came early. طبعا طالما في نور يبقى انا هبدا على طول بكلمه neither، neither nor. تعال نشوف نمبر 18 بيقول none of they. طبعا عارف ان none of both of neither of either of كل اللي بيجي وراهم بيبقى ضمير مفعول مش فاعل، فلازم اقول none of them، تاني none of them، وخلي بالك ان الفعل بتاعي بيكون وراها مفرد. تعال نشوف نمبر 19 بيقول I didn't buy the jacket or the coat. يعني انا ولا اشتريت الجاكيت ولا اشتريت البلطو. either of them were too small. طبعا هنا الناس حبايبي اول ما هتشوف كلمه either على طول هتحط neither. هقول لك لا طبعا، لان لو neither of them او either of them كان لازم هيقول لي هنا was مش where، وهنا بيقول انا ما اشتريتهمش، يبقوا الاثنين كانوا صغيرين، فبالتالي لازم اقول both. all both of them
were too small. نشوف number 20 بيقول لي none students passed the exam. It was very easy. بيقول لي كان سهل جدا. هقول لك اه طالما الامتحان كان سهل جدا يبقى كل الطلبة هيعدوا الامتحانات. يبقى اذا هقول all students. All students يعني كل الطلبة passed the exam. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحة 73. بيقول لي عمر wants to buy a t-shirt. عايز يشتري t-shirt. طبعا لازم اقرا بس سؤال كويس. سيلز مان بيقول له هلو كان اي هيلب يو. طبعا قلنا هنا ما بقولش يس بس امال بقول يس واقول انا عايز باي فاكيد هقول له اي وونت اي وود لايك اي حاجه من الاثنين تو باي يعني انا اريد ان اشتري ا تي شيرت يعني انا عايز اشتري تي شيرت. فطبعا ساله سؤال قال له اي وود لايك تو باي ا بلو وان. طبعا انا هسال هنا عن اللون بكلمه وات كلر. قلت لكم حبايبي ما اللون اكمل بقى بدي على طول وود ادي الفعل المساعد اللي هو الاختصار ابوستروفي دي وهي هتتحول ليو يبقى وات كلر وود يو لايك او ويتش كلر وود يو لايك. قال له وات اباوت ذس وان وات اباوت باخد رايه في واحد من التيشيرتات فبقول له وات اباوت ذس وان اكيد هيقول له اتس اوكي اتس نايس اتس جود خلاص اي حاجه من دي لان قال له وير كان اي تراي ات اون يا ترى هقيسه فين. قال له you can try it on in this dressing room في غرفة القياس دي. فسأله سؤال قال له it's 150 pounds انا بسأل عن ايه حبايبي هتقول لي بسأل عن السعر. طب انا بسأل عن السعر بايه بhow much فين الفعل المساعد بتاعي is والفعل بتاعي it فيبقى how much is it. قال له anything else اي شيء اخر اكيد هقول له no thanks يعني لا ويشكره طبعا no thanks. تعالوا نشوف حبايبي يلا التدريبات العامه اللي على الدرس الاول والثاني في صفحه 75. واللي فريده اند هدى ار توكينج اباوت شوبينج الاثنين بيتكلموا عن التسوق. ففريده بتقول لها يسترداي اي ونت تو ذا ماركت بتقول لها ده امبارح والله انا رحت السوق. فسيدتها سؤالت لها اي ونت وذ ماي مادر يعني انا رحت مع ماما. يبقى اكيد بتقول لها رحت مع مين يعني من حبايبي هتقول لي هو. ادي اداه الاستفهام فعل المساعد بتاعي ديد اشمعنى عشان ونت في الماضي. طب اي هتتحول هتقول لي هتتحول ليو يبقى هو ديد يو لازم الفعل بتاعي يرجع لاصله طالما جبت ديد يبقى هو ديد يو جو وذ يعني انت رحت مع مين. وات ديد يو باي اشتريت ايه طبعا هعرف منين من تحت. قال لي وات كولر از ذات كاربت يعني ما لون السجاده يبقى اكيد قالت لها اي بوت ا كاربت يعني انا اشتريت سجاده. تقول لها وات كولر از ذات كاربت فطبعا هعرف منين برضو من خلال الاجابه تحت لها او ريد از وندرفل كلر اكيد تقول لها فوق ريد لها او ريد از ا وندرفل كلر. وسالتها سؤال قالت لها اتس 200 باوندز 200 جنيه. قلنا بنسال عن السعر هاو ماتش. طب هاو ماتش بس لا هروح اجيب الفعل المساعد بتاعي از هاو ماتش از والفعل بتاعي ات. اتس 200 باوندز دو يو وانت تو سي ات يا ترى عايزه تشوفيها. قالت لها طبعا of course اشمعنى يعني of course بالطبع لان بعدها قالت لها because I want to buy a carpet. وممكن تقول لها yes I want to see it because I want to buy a carpet too. تعال نشوف يلا كلمة traditional. traditional حبايبي بمعنى تقليدي. greener بمعنى اكثر نظافة. green بمعنى نظيف. customer بمعنى زبون. store بمعنى متجر. tradition بمعنى تقليد. بقول له online shopping is a than in store shopping طبعا بيقارن هنا online shopping والتسوق العادي. طبعا هو اكيد greener. greener يعني اكثر نظافه. ليه؟ لان هو لا بيستخدم سيارات ولا بيستخدم مواصلات ولا مضطر ان هو يستخدم كهرباء ولا حاجات من دي. فبقول an online a doesn't use the electricity that a store might use and it doesn't require the e to drive anywhere. طبعا بقول الاونلاين ايه بقى هتقول له اونلاين اكيد ستور يعني المتجر الالكتروني. ماله ده قال لي doesn't use ما بيستخدمش كهرباء that a store might use اللي هو traditional يعني traditional حبايبي traditional بمعنى تقليدي يعني شكل المتجر التقليدي بيستخدمها. and it doesn't require the A to drive anywhere طبعا مش ما بيطلبش من A ان هو يسوق او ينتقل بالمواصلات لاي مكان. طبعا ده customer. customer حبايبي معناها الزبون. تاني customer معناها الزبون. تعال نشوف حبايبي يلا number one بيقول لي A means using computers or the internet to make something work better. طبعا ده بقول عليه smart. وسمارت حبايبي بمعنى
ذكي، الهواتف الذكية، التلفزيونات الذكية كلها بتستخدم الإنترنت. هنشوف نمبر 2 بيقول أمنية بوت كاتل اشترت غلاية شاي on a special offer، يعني بعرض مميز. This means she got a، أكيد طبعا طالما عرض يبقى حصلت على discount، وديسكاونت أحبابي بمعنى خصم. هنشوف نمبر 3 بيقول when we go to A we should ask for help from the assistant، لما بنروح A لازم نطلب المساعدة من البياع. طبعا when we go to A store حبايبي بمعنى متجر. طب لو ما فيش تو اي، يعني لو قالوا وين وي جو بس، حاولوا وين وي جو شوبينج، لما نروح نتسوق. تعال نشوف نمبر 4 بيقول اسامه's family، يعني اسره اسامه، هذا اي تي في، they can now watch films from the internet، اكيد طبعا سمارت تي في. سمارت تي في يعني تلفزيون ذكي. نمبر 5 بيقول the customers in the shop ask for a discount. customer means بيقول لي الزبون ده معناه ايه؟ طبعا زبون يعني مشتري، والمشتري اسمه باير. تعال نشوف نمبر 6 بيقول it's normal to be happy when you succeed، بيقول طبيعي انك ايه تشعر بالسعاده لما تنجح. to get the adverb from normal، عشان نجيب الحال من normal اكيد يبقى normal، بس هزود واي ولا ال واي؟ لا، اي صفه بتنتهي ب ال لازم احط ال واي، ما احطش واي بس. neither of those necklaces be cheap، طبعا حبايبي قلت be يعني verb to be، am او is او are او was او were، طبعا neither of يبقى اذا مفرد فبالتالي هقول is cheap. تعال نشوف نمبر 2 بيقول we have the good headphones in the area، طبعا بقارن بين الهيدفونز دي وكل الهيدفونز اللي في المنطقه، فبالتالي هقول the best لان good صفه شاذه. نمبر 3 بيقول the Taj Mahal is famous than many other monuments in India، طبعا هنا بقارن من تاج محل وطبعا بين اي اثر اخر، فبالتالي في كلمه than فلازم اجيب more famous than. تعال نشوف نمبر 4 بيقول neither Ali nor his friends، يعني ولا علي ولا اصدقائه، is at school now، طبعا حبايبي لما يجيب لي neither nor انا ماشي مع الفاعل ها التاني، يبقى his friends ده جمع، يبقى اذا هقول or، يعني ما اقولش where، لا طبعا لان الكلام مضارع. تعال نشوف نمبر 5 بيقول this is the easy exam I have ever done، بقارنه بكل الامتحانات اللي انا خدتها، فاذا هقول the easiest، وطبعا لازم اقلب الواي لاي وازود الاي اس تي. تعال نشوف حبايبي يلا للتشالنجينج كويستشنز. بيقول له وي ار سيلينج هيدفونز ان ريد، يعني بنبيع هيدفونز باللون الاحمر، which is our more popular color in the shop، طبعا بيقارن بكل الالوان الموجوده في المحل، فلازم اقول most. طب يا مستر ما اقولش the most؟ لا طبعا، لان في صفه ملكيه، قلنا لما يكون في صفه ملكيه او ابوستروفي اس ملكيه ما ينفعش ابدا حبايبي اجيب ذا. الشكل هنا كده بيقول كايرو از ايجيبتس ذا موست كراودد سيتي، طبعا بيقارن بين القاهره وكل المدن، طب ليه ما قلتش ذا موست؟ عشان في ابوستروفي اس ملكيه يبقى شيل ذا، فهتبقى كايرو از ايجيبتس موست كراودد سيتي. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج، but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقه شير لكل زمايلك عشان الكل استفيدوا، فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. استنونا في الدرس الثالث والرابع. جود باي، السلام عليكم.